أحيانا بيراودنا سؤال، هل الأطفال معرضة للأحلام المزعجة والكوابيس؟ الإجابة طبعا الطفل الصغير ممكن جدا يحلم أحلام مزعجة وتخوفه وتكون ناتجة يعني عن ضغوط نفسية أو مواقف اتعرض ليها. يعني هو الطفل ده اتعرض لده والأب والأم مش عارفين. عشان كده لما ابنك أو بنتك بيجوا يقولوا لكم احنا حلمنا النهارده حلم وحش قوي، لازم تهتموا وتسمعوا لهم وتعرفوا ايه اللي مضايقهم، ولو اتكررت الاحلام المزعجه دي وبقت كوابيس لازم فورا استشاره نفسيه. خلونا النهارده نقدم لكم روشته سريعه عن اسباب الكوابيس عند الاطفال وطرق التعامل معها وكمان نعالجها ازاي، وده كله من خلال ترحيبنا بالاستاذه نشوى لويز اخصائي استشاري نفسي وتربوي. اهلا بيك يا ست نشوى. اهلا بحضرتك. نشوى نبتدي زي ما الاستاذه قالت كده بموضوع الاحلام. هو الطفل عاده بيبتدي يحلم ويتفزز ويقلق من سن قد ايه؟ طبعا ممكن كمان من كل لما يكون رضيع ممكن يجي له احلام، ممكن يجي له كده ويعيط مره واحده. بس عشان بس ما يبقاش في لخبطه في الحته دي، في اطفال مثلا يكون بتطلع سنان او عندها مشاكل في اللثه او المغص اللي بيجي في اول، فساعات كتير برضو بيكون من ده. بيكون ايه الاحلام يعني؟ لا ان هو ممكن يتخض. تسالني على ده عشان ما يحصلش اللبس ما بينهم. ده فعلا بيحصل، بس كمان ممكن يكون من الصوت العالي اللي بيحصل في البيت. في احتمال كبير منه. بس اقصد اقول عشان قصه الرضع ما نخلطش الامور. ده حلم وحش، مش عارف ايه. لا مش شرط، ممكن تكون في اعراض تانية فسيولوجيه بالظبط بتحصل في الوقت ده، لان دي مرحله عمريه موجوده، يعني موجود فيها كل التفاصيل دي. طب احنا دايما كبار يعني نقول ايه، الكوابيس بتجيلنا نتيجه العقل الباطن، ان عقلي الباطن حصل له مش عارفه ايه فيجيلي كابوس. صح. طب هل الاطفال عندهم عقل باطن؟ عندهم. هقول لحضرتك على حاجه. كانت الابحاث زمان كانوا بيقولوا انه مفيش ذاكره للاطفال خالص اول ما يتولدوا، مفيش. دلوقتي الابحاث اثبتت انه الذاكره موجود منها جزء، وهو والطفل واحنا يعني عندنا حمل في بطن امه، في بطن امه بيبقى عنده شويه ذاكره. والدليل على ده حضرتك مثلا بنقول ايه، حاولي تغني، حاولي تكلمي عشان يسمع صوتك. فلما مثلا تقول لو استخدمتي نفس الاغنيه مثلا عشان تعرفي تنامي تلاقيه نام برده بنفس الطريقه. ليه؟ عشان خاطر هي الذاكره فعلا موجوده هنا. وكمان حاجه تانية، السمع عند الاطفال بيكون متكون كمان هنا، فبيسمع. وعشان كده بيطمن اكتر لما مامته بتشيله بتقول له نفس الكلمات او نفس الاغنيه او نفس النغمه اللي كان بيسمعها لما كان موجود العقل الباطن. طبعا الموجود، بس انا كده هوريكي صوره كده شويه لو حابه تشوفي العقل الباطن شويه. أيوة. لو جينا كده بصينا شويه هتلاقي ايه الـ شايفين الكاميرا؟ معلش الكاميرا. انا بص عليها. ايوه تمام اهي. فتخيلي كل ده العقل الباطن. يا في الاطفال، في الاطفال كلنا يعني اتنين بليون معلومه بتوصل في الثانيه يقدر يخزن، لان هو الذاكره موجوده فيه، يقدر يخزن لاتنين بليون معلومه في الثانيه. وهم لسه هم اطفال ولا هم لسه جنين؟ العقل الباطن بيخزن، يقدر بنقول لك الساعه التخزينيه بتاعته، العقل الباطن بتاعته 2 بليون معلومه في الثانيه. العقل الواعي صغير، من 5 لـ9 معلومات بس يقدر يخزنها في الثانيه. فتخيلوا تاثيره قوي ازاي. كل الذكريات بتاعتنا موجوده فيه، كل المشاعر اللي احنا عشناها موجوده فيه. كتير قوي حد من الكبار لما بشتغل مع ناس كبيره يقول لي مش عارف انا دي بعملها ازاي كده، يعني انا ليه ما احبش يبقى في طبقين في الحوض، ليه ما لازم الكوبايه الغاز انا بجي لي بهتراوش بيجي لي هارد اتاك لما اشوف طبق في الحوض. ليه؟ ايه سببه؟ عشان في تخزين كتير قوي من الطفوله في الجزء ده. حاجه تانية كمان، لو انا بقول لنفسي ان الواعي هو اللي بيبرمج الباطن، فدي ممكن حاجات بسيطه زي ايه، لو هنتكلم عن الخوف، لو ام بتقول لابنها مثلا انت جبان انت خواف، فهو بدا يقول لي انا جبان انا ما بعرفش اطلع الاسانسير انا بخاف انام لوحدي، فيبدا يقول، فابدا اوردر للعقل الباطن يخزن المعلومه ويبدا العقل الباطن يكررها. نعم اسمها حاجه اسمها الحديث الداخلي، ان انت جبان انت خايف. اول ما يشوف الضلمه يروح الطفل يقول لي لا 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 انا ما ادخلش، ده انا ايه جبان. هو استدعاها منين؟ من انا كنت بسمع حاجه وقريتها وشفت فيديوهات عن الحكايه دي، دايما يقول ما تقوليش حاجه سلبيه عن نفسك
عقلك بيسمع، هي دي اللي قصدك عليها، البطن بيعرفها ويسجل، فدي صورتي عن نفسي من غير ما احس لو فضلت اقول حاجه سلبيه. اسمها الحديث النهار ابيض، يعني انت تخينه، انت فاشله، انا ام فاشله، ايوه افضل اقول لنفسي ايه، انا ام فاشله، او بنتي مستفزه، بنتي مستفزه، فانا بقول كده، فعمال العقل الباطن. فالبنت ممكن مثلا تبقى مثلا خلصت التايم بتاع الموبايل واقول لها هاتيه، ما تدهونيش، فاقول لا، فانا بيني وبين نفسي بقول ايه، بنتي مستفزه، حتى لو ما قلتلهاش. فاقوم انا ادي رد فعل ايه، اخطف الموبايل منها، اديها بقى قلم زعاقه. ليه؟ لان الحديث الداخلي عندي بقي فيه ملف اسمه بنتي مستفزه. لكن لو العكس، عشان دي قلتيها، لو العكس انا بقول ايه، طبيعي بنتي طفله، تصرفات اطفال، فلما بنت ما تدينيش الموبايل، الملف اللي هنا، الملف اللي هنا هيرجع يقول لك ايه، هي مش عايزه تديك الموبايل عشان هي طفله. يبقى انا محتاجه العبها، طب يلا بقى بسرعه زغزغك عشان اجي اخد الموبايل. فحديث النفس ده مهم جدا، حديث الداخلي، انا بقول ايه عن نفسي، زي اللي بيقول على نفسه انا فقري. على فكره ليه الشخص بيقول على نفسه انا فقري؟ وممكن تكون في بعض الاحداث حصلت، بس هو ربطها وراح حطاها في ملف، حطها في العقل الباطن، لما بيحصل له اي موقف يروح حاطه في الملف ده، زي الكمبيوتر بنحط ملف في حتت معينه، فبيجي اي حاجه ما انا فقري. لكن في واحد تاني يقول ايه، انا مرزق، فتلاقي فعلا كل الفلوس بتجري وراه. ليه؟ عشان خاطر هو مصدق في ده، ولما بتحصل حتى حاجات فقريه ما بيهتملهاش، ويقول لا انا عشان مرزق هيجي لي الفلوس. الله، ايه ده؟ ده كلمة انا فقري دي عادي؟ ده احنا طول النهار هنقعد نقول ها؟ طول النهار هنقول الهزار، بس لما بتحصل شوية حاجات. انا لما بحط صور على الفيسبوك بتحسد وبيجيلي عين، مصيبة، رجليا اتكسرت. انت فاهماني؟ بتخاف تحط صورة لأن هي مصدقة في الصوت ده، في المعتقد ده، المعتقد هو اللي بيحركها. طب سؤال، في امهات كتير قوي قبل النوم او ابهات يعني بيقعدوا يقروا للولاد او يتكلموا يومنا حصل فيه ايه وكده، هل دي ممكن تكون نوع من التفريغ طبعاً، علشان ما يفضلش عالقه في ذهنه فكره تجيب له الكابوس ده او تخلي في عقله الباطن تخزين، ونبتديها من سن صغير قوي؟ حلو جدا اللي بتقوليه، اقدر اقرا قصه الاطفال الصغيرين، اقدر اجيب في قصص كبيره كده، بيبقى الشخصيه كبيره. صورة ليه؟ يعني الصورة كبيرة ليه؟ عشان الصورة كبيرة هتغطي على العقل، فيقدر يشوف الألوان بشكل أوضح، بشكل، فتقدر يقدر يخزنها بشكل ألطف، فتبقى حلوة طبعا لما يكون بيحلم. احنا بنقول أكتر حاجة، مهما حصلت مشاكل خلال اليوم قبل النوم لازم العيلة ترجع تتصالح، سواء زوج وزوجة، سواء أنا مع ابني، مهما حصل اجي اقول له مهما حصلت المشاكل اللي كانت في خلال اليوم، لكن اتاكد ان انا بحبك وهنفكر بكره في حل المشاكل، واحضن واحتوي، وممكن اسمع مزيكا، وممكن نصلي سوا، او نسمع القران الكريم، او انا اسمع شويه تراتيل مسيحيه على حسب المعتقد بتاعي ابدا. فالطفل يعوم عليه السلام، بس طبعا في حاجات كتيره قوي لما نيجي نقول ايه الاسباب. انا عايز اعرف ايه اسباب الكوابيس بقى اللي بتيجي للاطفال، حدد يعني تحديدا، قوليها لي كده. حاضر. اولا الخلافات بين الزوج والزوجه الكتيره، ان هو عنده خوف من الانفصال، ويبدا يحلم بحاجات شبه كده، ده واحد. الحاجه الثانيه الاخبار المزعجه اللي احنا بنتفرج عليها على التلفزيون، اوكرانيا عملت، الكورونا رجعت، ده حاجات شبه كده. الحاجات الثالثه يعني الستات الكبيره شويه، او احنا ما بناخدش بالنا ان اطفال موجوده، فابدا اقول ايه ده الحرامي الفلاني دخل الكومباوند، او الشقه الفلانيه فعمل كذا. فالطفل بيبدا يحط الصور، يتوتر، خلاص هو بدا يكون الصوره، واللي هو عشان خيالي فبدا يحط التفاصيل. فدي من الحاجات. الحاجه الرابعه انه ممكن من اهم الاعراض ان الطفل بنقول فيها احتماليه الكبيره انه يكون تعرض لتحرش، لو هو بيحلم بحاجه جنسيه، او بيحلم بان حد مستنيه في حته ضلمه او كده، بنقول من يعني لو عشان نعرف الطفل ده حصل له تحرش ولا لا، دي من اعلى الاعراض اللي فيها ممكن يكون الطفل حصل له كده. الحاجه الثانيه طبعا الخناق والضرب، الشتيمه، الكلمات السلبيه، انا هضربك، ههريك، انا هكسر لك دماغك، كل الكلام ده مثلا، او نمله احسن اجيب لك العفريت، هجيب لك ابو رجل مسلوخ، احنا على ايامينا كانوا يقولوا لنا ابو رجل مسلوخ، انا كنت بخاف انا تصدقيني. وعلى فكره انا الاطفال ما بقعد معاهم هما حاطين شكل لابو رجل مسلوخه، بقعد اقول لها شكلها ايه، تبدا تحكي لي شكلها. وانا طبعا انا لو حد جه سالني منى الغلا شكلها ايه، انا كان ليا تخيل ليها، رغم ان انا ما شفتهاش، بس انا متخيله ان هي اكيد هتبقى شخص وحش، لان انا بتكلم عليها منى الغلا، فالطبيعي جدا ده يحصل. من ضمن الاسباب كمان الالعاب اللي هي
مش عايزين نقول اسمائها يعني، بس الالعاب الالكترونيه اللي فيها عنف كتير جدا جدا، فيها ضرب كتير جدا، برضو بعض الشخصيات ال 3 دي او الكرتون اللي فيها عنف كتير قوي او دم كتير قوي، ده برضو بيخلي الطفل يبدا يفكر فيها. ساعات كتير قوي برضو الاهالي برضو اللي يكونوا بيتفرجوا على افلام رعب، في اطفال، في ابهات وامهات بيحبوا جدا افلام الرعب، بيحبوها قوي قوي قوي، فمش بيبقوا واخدين خالص ان المتواجد في المحيط هو اطفال، كل ده بيتاثر بيه الاطفال. طب عايز اسالك، الطفل اتفزع من كابوس او من اي حاجه وجي عايز ينام جنبي والموضوع ده اتكرر مثلا كذا يوم، اولا انا اعمل ايه؟ اخده ولا اروح بيه اوضته انام جنبه، ولا واكررها قد ايه؟ اتناقش معاه في حلمه ولا بلاش اساله؟ اهي انا حطيتهم 5000 وقتها انا بنام، يعني لو هياخد في حضني اوكي. عامه الكابوس الطفل بيبقى قادر يعرف كويس قوي الحاجه، لو هو متاثر قوي بالكابوس او حلم فعلا حلم مزعج، هو بيقدر قوي لما بيصحى يقدر يحكي تفاصيله. فاعمل 5000، ايه ال 5000؟ اسمع، احتوي، اطمن، افكر، اخد خطوات. لا مش فاهمه، سوري انا مش فاهمه، الطفل طب هيسمع هيفهم ازاي؟ انا لا، انا اللي بقول انا كأم او اب اعمل ايه؟ اسمع، احتوي، اطمن، اسمع الاول أفكر، الطفل بيقول أسمع ايه؟ اسمع وما اقولوش ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله؟ ده كلام ما يتصدقش، اللي هو الكلام اللي انا بعمل اجنور للمشاعر او بتجاهل كلامه. فاسمع كويس قوي، احتوي، اقوله تعالى في حضني، انا بسمعك كويس، انت محتاج تقول لي ايه تاني؟ وفي السمع انا ممكن اسال كمان، طب انت كذا، طب مش عارف ايه، ونسال اكتر. احتوي ازاي؟ اني اخد في حضني واقول له انا حاسه بيك قوي ومقدره قوي اللي انت بتقوله، ده الاحتواء اللي احنا كنا بنتمناه حتى في علاقاتنا الانسانيه، انا حاسه بيكي قوي، انا مقدره اللي انت بتقوليه، مش اقول لك ده انا حاصل لي مشاكل كتير قوي، اشكري ربنا ان ده حصل، كانك انت هتكفري بربنا عشان خاطر انت بتشتكي، لكن الاحتواء شعور انساني او الامبثي، التعاطف شعور انساني رائع. اطمن، ما اجيش اقول له ما تخافش، الكلمه السلبيه اللي حضرتك كنت بتقوليها من شويه، محتاجه اقول ايه؟ اطمن. الكلمه الايجابيه المخ بيعرف يفهمها كويس جدا وبيشتغل على اساس، غير لما اقول له ما تخافش، فما تخافش، فالخوف هو المسيطر طبعا، محتاج استخدم كلمات ايجابيه، فاقول له اطمن. احنا في لغاتنا مش بنعرف نستخدمها لان هي متحوشه برضو عندنا، فنبدا نغير اللغه لساننا مع الوقت هيتغير. افكر في ايه؟ ايه الاسباب من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ممكن تكون مأثره على ابني فمخليه الحلم ده يجي؟ محتاج افكر كويس احداث اليوم بتيجي فيها ايه عشان افحص ابني ايه اللي بيحصل معاه، دي حاجه احنا اتفضلي او اتفرج على رسوم متحركه، بس عشان كده انا محتاجه افكر ايه اللي حصل في خلال اليوم ممكن يوصل ابني للخوف ده، اخد خطوات. اوكي، فانا دلوقتي الكرتون ده فيه مشكله، محتاجه اقعد معاه نبدا نتكلم عن الكرتون ده بيعمل ايه والدم ده بيعمل ايه وحاجات شبه كده، علشان ابدا اخد خطوات ان انا اقول له عشان انا تبقى انت مطمن احنا مش هنقدر نشوفه تاني، مش عشان خاطر بعاقبك او عشان انت حكيت لي خالص، عشان ده بيأثر عليك وانا فارق معاه انك تكون مطمن. محتاجين زي ما بكون باخد خطوات، احنا بنقول لازم ندي وقت ليها، لازم نديها وقت شويه علشان هو مع الوقت هيبدا الذاكره تبدا ان هي تنساها، وبالحاجات كمان اللي احنا ناخدها زي مثلا زي ما قلت حضرتك نشغل مزيكا او نتكلم في كلام ايجابي او نتكلم بالليل ايه اكتر حاجه عجبتك في اليوم. حلو. حتى لو الطفل قال حاجات سلبيه اقول له طب بس ايه اللي كان حلو؟ يعني ارجع تاني اقول له حلو قوي، مهم اللي انت بتقوله، ايه اللي كان حلو؟ انت بتحب نعمله حلو ازاي بكره؟ يعني حتى عشان في اطفال تقول لي ايه؟ اول ما بتكلم معاه كده يفضل يقول لي ده انت ما جبتليش اللعبه اللي انا كنت عايزها، وده اللي باليوم دراما، اقول له عندك حق قوي، تحب يحصل ايه بكره؟ فاقدر احول من السلبي الايجابي عشان اسيب الذكرى قبل النوم. اتفضلي. طب احنا في اسئله جت على الصفحه من الامهات هعرضها لحضرتك. اتفضلي. في سؤال ان ابنها بيشوف تعبان كبير بيجري وراه في الحلم، فده ممكن يكون معناه ايه او تتعامل مع الموضوع ازاي؟ هي الفكره التعبان، هل محتاجين نسال على الاسباب اللي كنت بقولها لحضرتك عشان نفكر، دي النقطه اللي كنت بقولها، افكر ابدا اعرف هل حد مثلا حكى معايا على قصه التعبان؟ هل هو اصلا بيحب الحيوانات جدا ومغرم بيها فقاعد يوتيوب طول الوقت بيتفرج على التعبان وبيعمل ايه واطول طول للتعبان في العالم؟ انا محتاجه اعرف السبب الرئيسي. احنا عامه في التعديل السلوك لازم نبص على، مش بنبص على اللي حصل، بنشوف ايه اللي تحت اللي مأثر عليه، ايه اللي ورا الموضوع، ايه اللي ورا الموضوع. ورا احنا دايما بنقول عليها في التربيه الايجابيه الجبل التلج، جبل التلج ده في افكاره وفي مشاعر،
افحص المعتقد ايه اللي هو فاهمه. هل انا جيت قلت له ده التعبان بياكل الحمام مثلا، لو انا صغيره ده كان في بيت جده ده كان فيه تعبان، فانا محتاجه اعرف السبب اللي هو قال لي التعبان. شايفه مثلا في جنينه الحيوانات مثلا فبدا يقول اصل المشارين منه، محتاجه اعرف السبب الاساسي وابدا بعدها. لما اعرف السبب الاساسي ابدا اخد خطوات في حلها. نتكلم بشكل ايجابي عن التعبين، نشوف نتكلم على ان هي ممكن ايه الاماكن اللي اصلا ما ينفعش تيجي فيها، خلق بتعيش فين، فيبدا يطمن شويه ان هي ممكن مش هتبقى موجوده في الاريا اللي هو موجود فيها. طبعا ما نقولش ما تخافش، نقول اطمن. طب بصي بقى، انا عايز احكي لك على تجربه شخصيه يعني. وانا صغيره والله، وانا صغيره كنت احلم حلم الاقي مثلا ايه ناس شريره بتجري وراي، ومصحى مفزوعه يعني، ابقى اصحى واروح نايمه تاني وما اكمل الحلم، اقول لا وهما بيجروا هنا يجروا، هدخل انا في الشارع فين؟ والله لا اقول انا هدخل في الحته دي عشان في الحلم اللي فات كنت بعمله حلقات يعني، كنت مسلسل، احلامي كانت مسلسلات مش احلام عاديه بس كده. ايه ده انا مجنونه كنت ولا ايه ولا لا؟ بس شفت حضرتك من شويه لما كنت بتشاركي كنت بتقولي ايه؟ انا كان بيتقالي ام رجل مسلوخه، شكلها ابو رجل إيه؟ مسلوخه. واكيد اتكلموا معاكي على فكره ان في ناس شريرين ومش عارف ايه، اكيد. فهو العقل الباطن. شوفي حضرتك لا تكملت حكايه الحلم يبقى مسلسل ده، في احتمال كبير جدا يكون الطفل اصلا التخيل عنده عالي. طيب فنانه يعني حضرتك باينه يا شيخه، ما بقتش سيناريست ليه؟ انا مش فاهمه ولا الفت مسلسلات بس حضرتك حكايه يعني عندك الحكي. فده التسلسل هو جاي من الحكي، فحضرتك عشان كده متميزه. طب يعني ما قلقش، اصل انا كنت هسترجع نفسي 60 70 سنه ورا. بس اكيد حصلت حاجات في الطفوله اتخزنت بشكل معين كانت بتخلي حضرتك تفكري بالطريقه دي. كمان التخيل كمان في اطفال معينين. اتفضلي. طب في سؤال تاني برضو من استاذه هبه، بتقول بنتي دايما تحلم بالزومبي وان في حد عاوز يموتها وفي حرامي في البيت او في حد ماسك سكينه وماشي يتدبح في الناس. حلو جدا. الحاجات دي كان في اصحاب معاها في الحضانه بيحكوها لها. ايوه. وغيرت لها الحضانه واتكلمت معاها كتير ان دي حاجات مش بتحصل وان ربنا بيحمينا ويحفظنا وان انا وباباها كمان بنحميها بعد ربنا من اي حد ممكن يفكر ياذيها، بس مفيش فايده. أيوة. بتحلم احلام مرعبه كتير وبتخاف تنام لوحدها. انا كان نفسي بس لو كان ده تليفون كنت عايزه اعرف هي ليها قد ايه، بس سنها قد ايه وليها قد ايه عندها المشكله دي. عندها المشكله دي. طب استاذه هبه لو سمعنا وتقدري تبعت لنا على الفيسبوك يبقى يا ريت. الفكره في ايه؟ الزومبي الزومبي ده عشان الناس بقى اللي ما تعرفش يعني اللي هو اللي ميت وصاحي ومش ممكن تموتيه تاني. بالظبط. الزومبي ده موجود في الالعاب الالكترونيه كتير. أيوة. جدا. أيوة. جدا. وفي افلام بلاش الالعاب اللي هي لما بتروح حضرتك الملاهي بتلعبيها لعبه الزومبي انك بتموتيه. صح. فهو موجود فهماني. واقصد وموضوع السكاكين كل دي العاب الكترونيه. انا محتاج الاول اشوف هي بتتفرج على ايه. احنا سامحوني احنا بنسيبهم في اوقات كتيره جدا وبنعمل حاجات في المطبخ. لا والحوادث اللي بنتابعها اليومين دول ما اعرفش مين قتل مين. عشان كده كنت بتكلم على الاسباب، انه الحوادث بتاعه الكورونا ومين قتل مين واوكرانيا عملت ايه، بداوا يسالوا اسئله. هو ايه اكتر بلد فيها امان؟ الاطفال ومنزعجين. فهماني. فاقصد اقول ما فيش فايده على اللي بتقوله، هي محتاجه تاخد وقت طويل. لسه الذاكره عندها موجوده. عشان كده كنت عايزه اعرف هو من امتى بدا ده يحصل. تبدا تستخدم حاجات قبل النوم كتير زي ما كنا حضرتك بنستخدم علشان تقدر تنفس عن مشاعرها وتبدا تحكي لها لو اي حاجه خايفه منها انها البنت تقولها. البنت مهم انك تعلم التعبير عن المشاعر وتسالها ايه اكتر حاجه بتساعدك انك تطمني. ولو البنت ما عندهاش اديها اختيارات كتيره، يعني ممكن مثلا اديها شاور قبل النوم واخليها مثلا نغني اغنيه هي اللي تحكي حدوته بعد ما تقراها فتبدا ترصدها علشان تقدر تتابع. فتقدر الالوان زي ما كنت بقول لحضرتك في الرسومات تبدا دي يعم عليها وقت النوم اثناء النوم. طب هي مامتها بتطمنها وبتقول لها انا وباباكي موجودين وبتخليها تنام جنبها. ده مش كافي كل ده؟ اصل ده مش برشام. لا انا قصدي بس دي اجراءات مطمئنه يعني. طبعا اجراءات مطمئنه ان ربنا معانا ونقرا وحاجات زي كده. حلو جدا ان احنا نقول كل الكلمات دي، حلو قوي ان احنا نقولها. بس اقصد اقول ما تستعجلش النتائج لان هي بتاخد وقت طويل، ان دي صور اترسخت في ذهنها ومش عارفين اخذت وقت في لما الاصحاب دول اخذوا وقت قد ايه معاها فصدقت قد ايه. غير كده هل الام بتحكي اكتر من اصحابها؟ هل البنت بتثق في اصحابها اكتر من مامتها؟
هل في جدار ثقه بين الاب بين الام وبين طفلها عشان تصدق الكلام ده اصلا؟ طب فهماني؟ طب لا 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 انا عايزاكي تقولي لي بقى عشان ما فاضليش غير دقيقه واحده، عايزاكي تقولي لي امتى لازم اروح ل يعني لانسان استشاري. متخصص او طبيب متخصص لو ولادي عانوا من ايه؟ عانوا من ايه؟ التكرار الكتير قوي بتاع الاحلام المفزعه ده لازم طبعا لو هو متكرر كتير، لو طبعا بدا التكرار مع التكرار بدا يحصل فيه تبول لا ارادي سواء في خلال اليوم او في النوم بالليل ما يكونش ده يعني يكون ده عرض ملتصق باللي حصل مش هو مش مرض مش يعني لوحده اصلا بيعمل تبول عن ثلاث بول واربطه بالاحلام يعني دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه لو البنت لو البنت او الولد حكوا جزء في جنسي اوكي في الحلم دي ما فيهاش لازم دي لازم 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 نروح بسرعه ونشوف ايه الحكايه احسن يكون نتعرض للتحرش ولا ما اعرفش او حاجه ثانيه ممكن الطفل يحلم بحاجات يقول لك ايه انا حلمت مثلا عندي لو هو بيعرف يستخدم الكلمات العلميه للاعضاء الخاص يقول مثلا حلمت ان عندي 2 قضيب حلمت ان انا لو حاجات زي كده يبقى الطفل ده ممكن يكون احتماليه كبيره انه بيتفرج على حاجات جنسيه او بيتكلموا مع اصحابه في الحاجات الجنسيه فمحتاج يتعرض على حد عشان نبدا نتكلم وتعمل له توعيه جنسيه. لو في بقى فزع في البيت وخناقات كتير مع الاب والام او الطفل بيشعر بان هو السبب مثلا في الخناقه وده اللي بيخليه بيحلم باحلام مزعجه طبعا احنا محتاجين نروح. انا نفسي اقول بس حاجه بسيطه جدا سريعه. لو احنا عايزين يكون عندنا ابننا او بنتنا عندهم صحه نفسيه البدايه عندك وبدايه عندي بدايه مش عند حد تاني صعب هو اهم حاجه بس صح. القصه هو هياخد منك فارجوكم عايزين يكون طفل عنده صحه نفسيه فانا محتاج اكون انا كأم او اب عندي صحه نفسيه واهتم جدا بعلاقتي بجوزي لانها هتاثر بكل الاشكال على الولد وصحته. استاذه نشوى لويز استشاري نفسي وتربوي احنا بنشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات.